أخبار اليوم. عشان انتوا اتفقتوه عشان ليه حاجتين، نايب وانتخب عشان حاجتين، حاجة قومية وحاجة محلية. لما يبقى عندنا بقى ان شاء الله سرعة في ان احنا نوصل المشاكل، نوصل الحاجات دي، انا هبقى مطلع عليها، انا بعرف طلبات الناس، بشوف فيها الناس، فاللي يقدر يوصل طلبه للنواب في الدايره اهلا وسهلا، رئيس الوحده المحليه اهلا وسهلا. حد يبعت لي رساله على تليفوني بقراها وبرد على الناس. واحد كلمني من قريه بتجيلي الاناظر، قال لي الكهرباء قطع عندنا في البيت. قلت له طيب يعني انت شايف ان انا كمحافظ وقتي يقعد اشوف الكهرباء واشوف ان الكهرباء قطع ومشاكل؟ ودوري طبعا ان انا اشوف الكلام ده، بس انت جربت تروح الوحده المحليه او جربت توصل لرئيس المدينه او جربت توصل لشركه الكهرباء؟ قال لي اما انا قلت اكلمك كده على طول واشوف انت بتسمع الناس ولا بتسمعهاش. قلت له طب صعب، فتحت التليفون وكلمت الناس، قالوا ده في صيانه بيحلوا بيقطعوا الصبح بيجيبوا كهرباء بالليل. فطلبت منهم ان هم يعني مع اذان المغرب قبل الغروب تبقى الكهرباء رجعت، هم رجعوا له الكهرباء تاني. فطلبت تاني قلت له الكهرباء رجعت؟ قال لي اه رجعت، هي من 5 دقايق. قلت له طب الحمد لله. قال لي طب اسالك سؤال، هو سيادة المحافظ في اليد؟